السلام عليكم، اجي نشارك معكم صلصه توميه على طريقه المطاعم اللي كيرافقوا بها الشاورما وبزاف ديال الاطباق كتجي رائعه وسهله. غنحتاجوا كاس ديال الماء وثلاثه ديال المعالق كبار ديال نشا الذره مايزينا، كنحركو مزيان على البارد قبل ما نشعلوا النار، ومن بعد ملي كنشعلوا النار كنبقاو نحركو ما تحبسوش التحراك. من بعد ملي كتعقد علينا على الطريقه كما كتشوفوا كنخليوها حتى كتبرد تماما، كنوضعوها جانبا. ملي كتبرد كتولي على هذا القوام كيف كتشوفوا، كنوضعوها جانبا وكنضيفوا لها نصف عصير حامضه اولا ليمونه، وكنضيفوا ثلاثه ديال المعالق اولا جوج ديال المعالق كبارين ديال يورغ الطبيعي، ثلاثه ديال فصوص الثوم يكونوا هكا محكوكين، وقليل من الملح على حسب الطعم. كنبداو في الاول نطحنوهم هكا، كنضيفو تدريجيا نصف كوب من الزيت النباتي بشويه بشويه حتى كنحصلوا على واحد القوام اللي هو كريمي، ولو وضعناها في الثلاجه كتعقد اكثر من هكا. يمكن لكم ترافقوا بها بزاف ديال الاطباق كتجي رائعه، جربوها وبالصحه والراحه.